ساعات كتير ممكن نقعد مع ناس تقول لك يا عم خليك ايجابي، ما تبصش للسلبيات، خليك متفائل في بكره. فيجي بقى المتلقي او اللي بيسمع الكلام ده يقول لك يا عم انت بتقول كلام وخلاص، وانت مش عايش معانا، وانت مش عايش على ارض الواقع. ولما يلاقوا حد متفائل قوي ويلاقوا حد عنده نظره ايجابيه ومشرقه يحسوا ان هو حد مش عايش على ارض الواقع ومش لامس الواقع بايديه. التفكير ده الحقيقه محبط للغايه. لما تلاقي حد بيفكر تفكير ايجابي يقول لك خليك ايجابي، ما تبصش للسلبيات وفكر بكره ان هو هيكون افضل من النهارده، وتحبطه، ده شيء مغزي للغايه. اننا نكون ايجابيين مش سهل، اننا نكون ايجابيين مش بس في التفكير ولكن في الفعل. الحقيقه انا يهمني الناس اللي بتطبق اللي بتقوله، مش بس الناس اللي بتتكلم وخلاص على التفكير الايجابي. النهارده هنتكلم مع بعض على التفكير الايجابي تحديدا في المجتمع الريفي، وانا عارفه ان الفلاحين ايجابيين جدا جدا، مهما بيكون عندهم من مشاكل دايما بيتحدوا هذه المشاكل، ولكن ازاي نقدر نساعدهم ان هم يتحدوا اي مشكله ايا كانت، بس بشرط بتفكير ايجابي. هنعرف الموضوع ده من الاستاذه الدكتوره حنان فهيم، اخصائيه او خبيره التنميه البشريه. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي، منوراني. ميرسي خالص. اكيد خلينا نبتدي البدايه العمليه، اللي هو لما حد بيبقى قاعد بيتكلم مع حد ويقول له يا عم بكره احسن، بكره افضل، خلينا ايجابيين، بياخد التفكير الايجابي ده ويحوله الى نظره متشائمه جدا لما بيبص للواقع. فخلينا في البدايه نحلل كلمة التفكير يعني ببساطة كده عشان مشاهدينا يفهمونا، يعني ايه تفكير وازاي اقدر اخلي تفكيري ده ايجابي. الموضوع في منتهى الأهمية ورائع جدا وتأثيره عالي جدا لو قدرنا نفهمه. الفكرة عبارة عن انت قاعدة مع نفسك، حاجة طارئة كده عدت في خيالك، ممكن تعدي وتمشي، ممكن تعدي وتستقر، مجرد أفكار، لقاء حصل في العقل تقولي عليها إشارة أو شرارة عدت في مخك. باخدها يا اما اعمل حاجه من الاثنين، يا اما افكر فيها بطريقه ايجابيه او بطريقه سلبيه. يعني مثلا ممكن يكون واحد قاعد يقول ممكن تحصل النهارده تيجي افه معينه للزرع تبوظها، ممكن تعدي عليه وخلاص يبقى ملهاش تاثير. لا، ممكن تتسيطر عليه في تفكيره ويفضل يقول لا ده المحصول ممكن يضيع، مش هيبقى عندي دخل السنه دي، ده ما هي جت عند فلان، ويفضل يكبر فيها. يبقى هنا ده اللي بنقول على النظره التشاؤميه او الافكار السلبيه، مش بتوصل لغايه كده وبس ان هي مجرد فكره او ان هو تشائم، لا كمان ممكن تكتر معاه اكتر، ان هو يقول ما هي حصلت لي زمان وحصلت لي المره اللي فاتت وممكن تحصل لي السنه دي وممكن الارض تبوظ. يقعد، عارفه نظام الفيلم السينمائي، الفكره ممكن توصلني في الاخر انا اعمل فيلم معدله ساعه او ساعتين، ينشغل ويرجع له تاني، ينشغل ويرجع له تاني. من ضمن قوانين العقل الباطن المهمه جدا قانون الجذب، او الحاجه لما اكررها كتير اصدقها وتتحول لواقع. مثال بسيط بنعمله كلنا، بنجيب سيره حد بنلاقيه قدامنا او اتصل بالتليفون، نقول هو انت عرفت ازاي ان احنا كنا بنتكلم عليك، او انت جيت منين، انت مش كنت مسافر. فاحنا في حياتنا الواقعيه بنحصل كده بنقول عليها صدفه او ده التجاذب. لا، هي مش صدفه، دي حقيقه. انا عندي قانون من ضمن قوانين العقل الباطن اسمه قانون الجذب، اللي بفكر فيه بجذبه لنفسي. فهو لو المزارع فكر بطريقه سلبيه ان الارض اللي جنبه حصلت لها الميه هتنشف، لا ده في حشره المره دي منتشره، ويفضل يترعب ويفكر فيها كتير، تتحول لحقيقه وتبقى موجوده. ده لازم فوري يلغي الفكره دي، وعنده في حياته كتير حاجات ايجابيه كتير. لا ده انا حصلت لي الحشره دي المره اللي فاتت، بس انا رحت جبت بسرعه المبيض ورشيتها وتخلصت منها. يبقى لما يجي الفايل السلبي بسرعه يشيله ويحط بداله من خبراته وتجاربه اللي فاتت. ازاي قدر ينقذ ارضه؟ ازاي قدر يزود محصوله؟ ازاي قدر يتفادى الحاجات اللي هي غير ايجابيه بالنسبه له والدنيا اختلفت؟ دي هتفرق معاه كتير. لما الواحد يقعد مع ناس مشرقين وعندهم امل بيبقى زيهم. اذا هنا برضو يا دكتور اختيار الرفيق، ان انا اخد من الناس الايجابيه ايجابياتهم واخد طاقه ايجابيه، ما اقعدش دايما مع حد متشائم. بس انا في نفس الوقت بيبقى صعبان عليا المتشائم ده، ما احنا لو ما قعدناش معاه وفهمناه وصححنا له المعايير هيفضل طول عمره متشائم. ولكن انا اقعد بس انا اللي اثر على الناس، لكن ما تاثرش بالتشاؤم ده. برافو عليكي، برافو. يعني انت قايله الاجابه كامله بس انا هوضحها بس مش اكتر، انما انت كل قلتيه تمام. احنا في حياتنا في ناس كتير متشائمه بطبيعتها، او ان هي نتيجه بعدها عن ربنا. ده المواصفات، الشخص السلبي او المتشائم ده ليه مواصفات باينه.
اولا علاقته بربنا ضعيفه جدا، وده نتج عنه ان هو التشاؤم. لو هو علاقته بربنا حلوه دايما متكل عليه، دايما بيقول اشكرك يا رب باستمرار، حاسس بامل ويوم جديد وخير جديد، ده المتشائم عكس كده تماما، نقطه بعيد عن ربنا خالص. تاني حاجه بيدور على المشكله في اي حاجه، يعني ممكن الموضوع يبقى قدامنا احنا الاثنين، ممكن حضرتك تبصي له بالناحيه الايجابيه اللي فيه وانا ابص الناحيه السلبيه اللي فيه، مع نفس الموضوع نفس الحاجه. فده المتشائم دايما يدور على المصيبه فين في القصه دي. أيوة. لا ده هتحصل حاجه. اللهم اجعله خير لو ضحكنا. دي مواصفاته. انا كانسان طبعا بيصعب عليا وعايزه اتعامل معاه، مش هقدر اغيره، لازم ربنا اللي يغيره، يا اما هو يطلب التغيير. انما انا اقدر احافظ على نفسي منه، اولا باستمرار اغير تركيزه، اقول له انت مش عندك كان ولادك نجح امبارح، ادور على الحاجات الحلوه في حياته واظهرها له باستمرار. انت مش ربنا سترك عليك من المشكله اللي كانت في الفلانيه. دايما المجتمع بتاعنا الارياف مترابطين جدا ويعرفوا كل حاجه عن بعض، فسهل قوي يطلع كل النقط الحلوه في حياته ويلفت نظره ليها. يبقى انا كده غيرت تركيزه من هو مركز على الناحيه التشاؤميه لحاجات حلوه. ده بالنسبه له. بالنسبه لي انا باستمرار لازم اختم كلامي معاه بحاجات ايجابيه ليا تخصني انا. يعني لو جه طلع الحوار ان انا اللي عندي مشكله، اقول لا انا ما عنديش مشكله، انا ربنا سترها معايا، باستمرار بيعمل معايا حاجات حلوه جدا. طيب. اشكره على كل الخير اللي بيجيبه. يعني مجرد دخلي ربنا في الحوار مع شكر ربنا مع الدواري على الحاجات الحلوه، يبقى انا كده حولت الحوار من سلبي ليأذيني لحوار ايجابي، وكمان ذكرنا اسم ربنا. صحيح ونعم بالله. عايزين بقى نتكلم يا دكتور على حاجه مهمه جدا، مش بس من الناحيه الدينيه، ولكن احنا بنتكلم على التفكير بشكل عام. ساعه الابتلاء نفسه او ساعه المشكله الانسان بيبقى محبط وشايف الدنيا شويه مظلمه الحقيقه، لانه بيبقى شايف ان الواقع اليم وان الابتلاء ممكن يكون ساعتها هو لسه ساعه الابتلاء، فمش عارف يعمل ايه، او ساعه المشكله يتصرف ازاي وهو في عز المشكله ويحاول يتخطاها حتى لو كان ليها اثار جاية، أو أنه مش بس هيعاني منها دلوقتي ولكن قدام. زي مثلا عايزين نقول أن ربنا يا رب يدي كل الناس الصحة والعافية، الابتلاء في المرض أو في الصحة، لازم الواحد يكون عنده تفكير إيجابي يا دكتور في النقطة دي تحديدا، لأن في حالات كتير جدا 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 بيتم شفائها بإذن ربنا سبحانه وتعالى، وبفضل كمان الحالة النفسية الجيدة. تمام. دي محتاجة بس شوية تعود على حاجة زي كده. يعني احنا دايما بتحصل لنا مشكلة ونزعل ونتأزم، في قاعدة لستيفن أركوفي 10-90، ان انت تدي للمشكلة 10% لان هي مشكلة غصب عنك، وتفكري في حل المشكلة 90% مش العكس. احنا بتجينا المشكلة بنشوف مين سببها ومين اللي أثر فيها وإيه العواقب السيئة اللي هتحصل فيها، وافضل اديها 90% يكون مجهودي كله راح، واجي في الاخر طب تفتكروا الحل ايه؟ طب فين ما عندكش وقت تحل تاني، ولا مجهود ولا صح ولا شايف، لان تركيزك كله راح 90% في المشكله نفسها. لا انا افصل بيني وبين المشكله، انا انسان مخلوق كويس والمشكله ده ظرف طارئ عدى عليا، زي الدبانه بالظبط لو جات لك شيليها شيليها، دي مش هي جزء مني، دي حاجه جت وقفت دقيقه. المشكله زي الدبانه بالظبط، مجرد ان هي ايامه هتعدي هتتحل، ربنا هيفرجها، هنفكر لما افصل بيني وبينها واعتبرها حاجه برايا ممكن ارتاح، ممكن انا ممكن افصل، لازم افصل. لو فضلت مستمر فيها مش هعرف اكمل. يبقى افصل بيني وبينها، اغير تركيزي منها خالص، وبعد شويه ارجع لها تاني. طب ندور على الحلول في العقل، عندنا العقل الباطن بتاعنا مليان حلول ومليان خبرات وتجارب على مدار حياتي اللي فاتت كلها، خبرات تخصني قوي انا او تخص غيري، كل ده عدى قدامي وشايفه. فبجيب ورقه وقلم، طب المشكله تتحل ازاي؟ في مكان هادي، مش في وسط دوشه المشكله او في صوت عالي او في حد بيلوم حد، لا. جيب ورقه وقلم واقعد اكتب 1 2 3، كل ما اكتب اكتر عقلي بيهدى اكتر وبيطلع من الخزنه بتاعتي من خبراتي، لغايه لما اوصل لرقم 20 تلاقي نفسك بتحل المشكله من نقطه الضعف بتاعت المشكله. من اتفه حته فيها. واضحه؟ يبقى 10-90، يدي المشكله 90% مش هلاقي حاجه اصلا، 10% مش هتساعد. يا اما المشكله غصب عني حصلت، دي هي ال 10% و90% من وقتي ومجهودي ومن تفكيري لحل المشكله. أيوة. لو كل واحد فينا اتعود على الطريقه دي، اول ما تيجي المشكله طيب ندور الاول على الخير اللي فيها، مش ممكن يكون فيها خير؟ طبعا مليون في الميه يكون فيها خير. لسه في جمله معلقه عليا معايا جدا سمعتها من يومين، شخص غالي عليا جدا وعزيز، معاه العربيه وركنها في مكان ودخل مشواره وطلع، فراحت وقعت طوبه كبيره جدا على سقف العربيه. طبقتها صاحب المشكله ولا اللي بيحكيها؟ الناس كلها زعلت واتضايقت وتاثرت، قال لا طب ما كان ممكن كان في انسان يعدي
من المكان ده والحجر الكبير كان موته، يموت الانسان ولا يخبط العربيه. صحيح، صاحب العربيه اللي بيقول الجمله مش الناس. وكمان ما فكرش ان هو اللي ممكن يكون جوه العربيه، لا ده هو فكر في غيره، يعني في الانسان تاني. يعني مستوى عالي جدا حقيقة. من التفكير طبعا. لو كل واحد فينا اتكل على ربنا كويس قوي وعارف ان هو في ايد امينه، رقم واحد. رقم اتنين، يدور على الخير اللي فيها. مفيش حاجه بتحصل لما يكون فيها خير. كل حكايه انا ببص ازاي، ببص على الخير ولا ببص على الشر. واحد اصل انا شرير، او انا الناس حسداني، او الناس بتقول، او اتضربت عين. لا مفيش حاجه الكلام ده كله خالص. انت فكر على الخير اللي فيها حتى لو لغيرك، مفيش مشكله بتجينا كده. ساعات واحد ممكن يحصل له مرض، كان رايح مشوار يخسره اكتر، فجاله المرض توقيف لمشكله اكبر، في مشكله احنا ما بنشوفهاش. يعني الفتره اللي جايه دي في ايد ربنا احنا مش عارفينها. بصي، هو الحسد مذكور في القران، ولكن في ناس يا دكتور زي اللي بيعتقدوا في الابراج كده، خلاص بقى بيؤمن بيه، خلاص يعني بقى واخدين كل حاجه رامينها على الموضوع ده. ويمكن برضو في ناس تقول لك لا، طب ما انا مش عارف اعيش حياتي بالمرض، او مش عارف اعمل. طب المرض ساعات بيغير يا دكتور من شخصيه الانسان، بيخلي بيطور فيها ويحسنها ويديله نقطه هدوء، ان هو يقعد مع نفسه. احنا بقينا زي الاله كده، المكنه اللي ماشيه 24 ساعه باستمرار باستمرار، مفيش فرصه ان احنا نختلف عقلنا ونفكر في اي حاجه. لما بتيجي المرض ده، بدل ما يحزن ويدور على الناس تواسيه، لا تبقى فرصه. حاول دايما باستمرار تدور على الخير اللي جاي في الحاجه، في كل محنة منحه. صحيح. طيب احنا يعني انا عايزه استفيد من خبرتك في مجال التنميه البشريه، ونخلي الناس كلها تقدر تعالج بعض. يعني انا ايه اللي يلفت نظري في الشخصيه اللي قدامي عشان احس ان دي شخصيه سلبيه، ولازم اشتغل عليها ان انا احاول اخليها شخصيه ايجابيه؟ يعني صفات الشخصيه السلبيه ايه؟ صفات الشخصية السلبية، أولا ربنا ده يعني نص نص، بالنسبة موجود لهم ومش يعني موجود بالنسبة للشخصية السلبية. تاني حاجة، كل ما تعدي على حاجة دور المصيبة اللي فيها. يعني لو نطرت خلاص يوم أسود مش يوم خير. لو حصل ولد وقع، لا هيحصل كذا، ده باستمرار يدور عليها. رقم ثلاثة، يسعى هو عامل جذب لنفسه. اتفقنا لما أفكر في حاجة بتحصل، لما أركز على حاجة تحصل. فهو لما يقعد انسان سلبي يقعد يفكر في الحاجات دي كلها، دايما تحصل له مشاكل ورا بعض. عارفه ساعات واحد يقول كده دايس على دي القطه، يعني ورا بعض ورا بعض، البنت تعيا، الولد مش عارف يجرى له ايه، هو يجرى له ايه، باستمرار 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 ورا بعض، وهو مش داري ان هو دخل نفسه في دايره هو اللي حطها فيه ومش هتخلص، لان انا اللي حاطط نفسي فيها. لازم يخرج بره الكلام ده كله، بيبان على ملامح وشه، لان هو نايم بمشكله، نايم بقى بيفكر بطريقه سلبيه. طول فتره نومه بيحلم بكوابيس، بيصحى الصبح مكشر وملامح وشه مش مظبوط. ده لو فضل سليم، بعد شويه جسمه بيفرز هرمونات. عملوا تجارب، جابوا الفار وحطوه في هرمونات المعده بتاعه شخص سلبي، الافرازات بتاعه المعده والاحماض اللي موجوده فيها، لقوا ان هي ممكن تموت الفار في وقت قليل. فمعنى كده ممكن تعمل لي انا ايه كانسان؟ كل ما افكر بطريقه سلبيه جسمي بيفرز هرمون بيبقى مضر ليا انا اكتر، اللي هو عارفه هرمون الخوف لما الكلب بيجري وتخافي منه. أيوه. الاندرالين دوت لو فضل موجود فيا بيقلل المناعه، بيأثر على صحتي. ده مواصفات، دي اقل، في اكتر واكتر واكتر كمان. ده الشخص السلبي احنا بنقدر نستشفه بسهوله. انا ما اقدرش اعالجه الا لما انا اظبط نفسي الاول، ما انا لا احنا كلنا يعني معقولين. صحيح. فازاي انت اصلا مش ايجابي ومش متمسك قوي بربنا وامكانياتك النفسيه عاليه، هتروح هنغرق احنا الاثنين. فلازم الاول انا اظبط افكاري، اتعود باستمرار على البرمجه الايجابيه، باستمرار باستمرار ادور على الخير، باستمرار ادور على الحاجه الايجابيه، امشي باستمرار مع ناس ايجابيين، ازود نفسي. لما اوصل انا لمرحله ابقى قوي، ادور ان انا اشد حد تاني. انما ابسط طريقه ان انا هغير تركيزه وباستمرار اشاور له على الحاجات الحلوه في حياته. استاذنك ناخد مداخله من دكتور ايفلين من القاهره. دكتور اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. دكتوره حنان صباح الخير. صباح النور. كلام حضرتك جميل وحقيقي بنستفاد منه كتير. بس في حاجه عايزين نستفاد بيها بالنسبه للتفكير الايجابي والسلبي في تربيه اولادنا. هل الاب والام اللي بيحاولوا طول الوقت ان هم يربوا اولادهم ان هم يبقوا نسخه منهم، وتجاهلوا ان الولد ده طالع ليه صفات معينه او ليه قدرات او ليه امكانيات معينه، ان هم المفروض ان هم يرعوها، ولا المفروض ان هم يفرضوا عليهم طريقتهم واسلوبهم في المعامله، ويتجاهلوا طبيعه ولادهم او احتياجاتهم؟
تمام تمام ميرسي على سؤالك الجميل انا ده. بشكرك وبحييكي انك اثرتي نقطه زي دي، لانها فعلا مشكله يا دكتور. في كتير جدا من الاباء والامهات مش بيبقوا حاسين ان دي مشكله، ده هو العادي بتاعهم ان هم عايزين فعلا ان اولادهم يطلعوا نسخه اسهل في التعامل يعني. بالظبط. لا انا بعلم ابني قيم واخلاق وادي له الحريه بعد كده، يعني اعلمه ازاي يبقى امين، ازاي يبقى صادق، ازاي يبقى ايجابي، ازاي دايما يقول اشكرك يا رب ويحس بالنعمه اللي موجوده معاه، ازاي يحافظ على حاجته ويحافظ ان الحاجات اللي موجوده عندك دي مش موجوده عند حد تاني، مش ان احنا ندور ايه اللي مش عندنا. ودي نقطه مهمه جدا باستمرار، انا عندي مش انا مش عندي. فلما تبقى عينه مليانه وعنده قيم واخلاق عايش بيها، خلاص ده اللي يهمني اللي ان هو يمشي عليه. انما هو شيء ربنا مش مخلقنا كوبي بيست كلنا، لا ده بالعكس، ده ممكن ولادنا يكونوا افضل منك بكتير. ولازم باستمرار انمي الناحيه الايجابيه واسيبه يحلم براحته. يعني في طفل كده عايز يطلع رجل فضاء، في واحد عايز يطلع عالم، في واحد عايز يسافر، في واحد عايز يبقى موجود، ما جيش اكسر فيه. دي رقم واحد. رقم اتنين، الطفل مولود بامكانيات عاليه جدا، مولود بذكاء عالي، احنا اللي بنبوظه مع فتره التربيه ان انا عايزه يبقى زي، لا اسيبه بحريه بس ما يأذيش نفسه. يعني الحريه اللي هي تخليه يبني نفسه يمشي فيها كويس باستمرار. نفسك تطلع ايه؟ واشتغل على اللي هو عايزه، هيجي يكبر شويه يغير رايه. طب لا انا نفسي يبقى كذا، برافو عليك. طب ده ندعمه ازاي؟ تفتكر وجهه نظرك ازاي؟ هو لسه فريش خالص، لسه نظيف، فممكن يديني افكار ما تخطرش على بالي. انا مجرد اسند ودعم مش اكتر من كده. عايز ابقى كذا، طب ده عايز رياضيات اكتر، عايز دراسه اعلى، طب عايز كورسات من هنا، طب انت عايز ديت ولا ايه رايك ولا بلاش؟ دايما باستمرار ادي اللي هو الراي. تحب تختار ايه من هدومك؟ لو انا شايفه المناسبه محتاجه حاجه معينه، طب اطلع قطعتين ثلاثه، اختار اللي انت عايزه ده هيناسب المشوار. فيما بعد هو اتعود ان هو عارف المشوار ده محتاج ايه والمشوار ده محتاج ايه. لما يجي ياخد قرارات مش مهم ان هي تكون 100%، بس ممكن تعديها. طب كويس، طب نفكر مع بعض، تفتكر ايه الحل المشكله دي؟ باستمرار اخليه هو انسان يعتمد على نفسه، بحيث لما يطلع يبقى يواجه المجتمع مع اصدقائه واصحابه، خلاص انا بقيت مطمنه. صحيح. مش محتاجه اراقبه او اطمن او اسال، لا. فنقطه مهمه جدا. اتكلمنا يا دكتور على نقطه مهمه جدا، استاذنك هناخد مشاهدينا ونروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل مشاهدينا عشان نجاوب على سؤال مهم، وما هي صفات الشخصيه الايجابيه؟ لو عايزين تعرفوا الاجابه ارجعوا لنا مره ثانيه بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. اننا نغير تفكيرنا ده شيء رائع، شيء ايجابي جدا جدا، شيء هيخلينا دايما نفكر اننا نكون احسن. انا احنا ليه يعني بنتكلم وليه جايين النهارده نتكلم على ده؟ عشان فعلا الواحد لما بيكون محبط ولما بيكون سلبي ولما بيكون حزين حياته بتتغير تماما، وبيبقى في نظره سوداويه تشاؤميه هي اللي مسيطره على الدنيا، زي ما حد كده يشوف الدنيا الوان ومره واحده يلاقيها ابيض واسود. كنا قبل الفاصل معانا سؤال مهم جدا، زي ما سالنا في البدايه عن صفات الشخصيه السلبيه، راجعين بسؤال مهم جدا، ما هي صفات الشخصيه الايجابيه؟ دكتور حنان اهلا بيكي مره ثانيه. اهلا بيكي حبيبتي. عايزين نعرف بقى صفات الشخصيه الايجابيه. اول واحده وليها علاقه بقانون الجذب. اشكرك يا رب. الشخص الايجابي باستمرار يقول لك اشكرك يا رب، وفيها سحر الجمله دي. لان انت بتركزي على نعم ربنا، لما بتركزي عليها بتشغلي قانون الجذب، انك تجذبي كل حاجه حلوه في حياتك. فلما تبقي دايما باستمرار شايفه الحاجه حلوه، عمر عينك ما هتروح للحاجه اللي مش عندك او النقص او اللي تعباكي. يبقى رقم واحد بيقول اشكرك يا رب. نمره اتنين، انسان خير عايز يساعد اي حد. يعني لو جه حد ساله على سؤال يجاوبه بمنتهى الامانه. لو جه حد عايز يقول له عايز معلومه يدله بمنتهى الامانه. صحيح. دايما يبقى حابب ان هو يساعد الاخرين. ثلاثه، يحب التواصل قوي، او لما تقابليه تبتسمي لوحدك. يعني بصي، واحد دايما تفكيره ايجابي دايما بيقول اشكرك يا رب، تلاقي دايما الابتسامه دي ما بتفارقهوش، فاي حد يشوفه يحصل مغناطيس بينه وبين الناس، ممكن يوقفك يسلم عليكي. الشخص الثاني حد ان هو يقعد يتكلم معاكي، يشوف الايجابيه دي جايه منين والكلام الطريقه بتتكلمي منها دي جايه منين. معايا؟ يبقى واحد اشكرك يا رب. نمره اثنين، حلو انت حافظي الناس يعني عشان الناس تبقى معايا. ايوه احفظوا ورقه وقلم. واحده واحده. ايوه كلمه اشكرك يا رب دي باستمرار، عارف مجرد لما تقعد وتقوم اقول اشكرك يا رب، لان في واحد بيقعد ما بيقومش،
ممكن يعني واحد كان قام من السرير الصبح وقع رجله اتكسرت، واحد تاني جات له ذبحه صدريه، ودي ليها مدلول علمي ان انت لما بتقومي من السرير الدم في حاله زيه زي السرير كده ماشي في السريان ده، بتيجي تقومي فجاه بتعملي زي صدمه للدوران الدوره الدمويه بتاعتك. لازم نقعد حوالي 10 دقائق 3 ثواني وتقومي بالراحه، ما تجيش تبقي مقلوبه كده تروحي اي مكان. فانت ممكن انسان يقوم يتخض او حاجه تحصل يقوم بسرعه يحصل مرض، فانت مجرد لما تقومي بسلام وتتنقلي من مكانك يبقى تقولي ايه؟ اشكرك يا رب انا قمت، مجرد دخول النفس وخروج اشكرك يا رب. يبقى رقم واحد اشكرك يا رب. رقم اثنين انسان متعاون جدا ما يبخلش على حد، سواء لو امكانياته الماديه ما بيبخلش، لو بمعلومات ما بيبخلش، اي حد بيستنجد بيه بيستجيب. وفي انواع كثيره يعني ممكن الاستنجاد معلومه بالتليفون في مشوار، في ازاي تنصحيه، ازاي تنقذيه من ازمه هو فيها نفسيه او صحيه، انواع كثيره يعني مش هقولها يعني حتى الانسان البسيط يقدر يساعد الثاني ويخدمه. مواصفات الايجابيه مش واقفه على واحد غني او واحد متعلم. رقم ثلاثه انسان عنده قيم، قيم جامده قوي. يعني تلاقي الصراحه، الامانه، الصدق، مواعيده ملتزمه. لما يقول كلمه تحسي ان هو عهد عليه. مش محتاجه تحلفي او تاخدي ورق مكتوب او تقولي لا فلان، يعني ممكن ساعات عارفه زي البنك لما شخصيه مهمه تضمن شخصيه مهمه ثانيه، هو الانسان اللي هو ايجابي كده صاحب قيم، لما تقولي فلان ده كويس انا تعاملت معاه خلاص تاخدي كلمته ثقه، يبقى انسان صاحب قيم. اربعه بيعرف يحل مشاكله كويس. لما بتيجي مشكله يعمل كام؟ 90%؟ 90 و10% حلل المشكله، و10% هي المشكله، حدوث المشكله هي ال 10%، انما هو يقضي 90% كلها ازاي يحلها وازاي يدور على الحلول فيها. دايما يقول جوه المشكله في معونه، جوه المشكله في حل، جوه المشكله في مكافاه كمان. واضح؟ زي الشخص اللي هو العربيه بتاعته اتكسرت. نقول كمان رقم سته عنده مستقبل وعنده هدف، ودي نقطه في منتهى الاهميه. اللي بيخلينا نفضل في مكاننا ما نتحركش ان احنا ما عندناش قدام في ايه؟ قدام في ايد ربنا، وقدام ربنا هو اللي مسؤول عنه، بس انا عندي تفكير لازم احطه. يعني لما يجي واحد يقول لك انا عايز اطلع دكتور في ثانويه عامه تتوقع بيعمل ايه؟ بيهتم جدا بال 24 ساعة بيذاكر وبيبحث على النت، بيدور على الكلية كمان المناسبة، دايما شيء افكاره. هل تعتقدي لما يكون افكاري مشغولة عندي وقت اعيا، عندي وقت افكر بطريقة سلبية، عندي وقت ان انا اعمل مشكلة لحد؟ لا خالص، مستحيل. الشخصية السلبية العكس، هو عنده فراغ وعنده مشاكل، عايز لو انت طالعة فوق السلم عايز يشدك عنده تحت، تعالي اقعدي جنبي، انت طالعة انا مش عارف اطلع، فنقعد احنا الاثنين جنب بعض. ده الشخصية السلبية. انما الشخص الايجابي عنده حلم بعيد حطه ودايما باستمرار عايز يجري عليه. فدايما وقته ليه قيمة، الدقيقة ليها ثمن. يعني ودي عناصر مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها. في عناصر تانية حابة تقوليها؟ لا كده كويس لو كده لو طيب خلينا بقى نخش على مبادئ التفكير الايجابي، يعني ازاي الانسان يبقى عنده مبادئ معينة يمشي عليها مع الصفات الجميلة دي فيمزج الاثنين مع بعض وفي نفس الوقت يبقى في النهاية كده كوكتيل ايجابي جميل. اول حاجه نقول الادراك. الادراك ده ان انا بسمي الحاجه، يعني كده لما جه خلق ادم وحواء خلى ادم يقعد يسمي كل حاجه حواليه. التسميه دي ادراك، لما يجي لي فكره اسميها وادركها ايه هي. جت الفكره دي تبع فايل السلبي ولا فايل الايجابي، وانا اقدر اميز كويس قوي. لو لقيت فايل السلبي وتمديت فيه يبقى انا كده فتحت كل الخزنه عندي السلبيه. لا، اول ما يجي التفكير اصنفه، انت انهي نوع سلبي؟ لا خليك على جنب، انا مش فاضيلك، انا شخص ايجابي وعندي قيم، عندي بقول اشكرك يا رب، عندي اعتقادات، انا عندي هدف، انا واحط الحاجات الايجابيه بتاعتي قدامي. يبقى رقم واحد يبقى عندي ادراك. طب استاذنك نتوقف عند رقم واحد الادراك وناخد جاكلين من القاهره. جاكلين اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا دلوقتي زي حضرتك دكتوره، عامله ايه؟ اهلا بيكي. كنت عايزه اسالك، انا عندي بنات طبعا وبتعامل معاهم كتير، امتى احدد معاهم حته الايجابيه وامتى احدد معاهم حته السلبيه؟ يعني بتعملي مع هما اللي بيقولوا جمل وانت مش عارفه تصنفيها مثلا؟ طيب انت مش ماما. طب وايه السؤال الثاني اللي عايزاه كمان؟ كمان عايزه اعرف بس امتى اخليهم، انا نفسي اخليهم ايجابيين على طول، اتصرف ازاي معاهم بطريقه ايجابيه تماما، كل الفاظي وكل كل حركاتي، في ايه الالفاظ اللي ممكن تبقى ايجابيه معاهم بالظبط يعني؟ برافو عليكي. تمام، احنا نشكرك، بشكرك شكرا جزيلا ليكي جاكلين. شكرا. من القاهره. وفعلا يا دكتور ان الواحد يركز جدا ان هو مرآة لاطفاله. بصي عندنا في البرمجه اللغويه العصبيه
جملة في منتهى الأهمية، أنا المسؤول عن أفكاري فأنا المسؤول عن نتائج أفعالي. وكلمة أنا المسؤول دي مهمة جدا. دلوقتي أنا عايزة أظبط مع أولادي، ما أتكلمش في أولادي، أتكلم في أنا دلوقتي. هل أنا إيجابية؟ هل كلامي إيجابي؟ هل أنا بتصرف معاهم ودايما باستمرار شايفيني متفائلة مبتسمة عندي قيم، دايما بطلع الإيجابي في المشكلة؟ لازم أنا الكبيرة، أنا اللي مسؤولة، أنا دي كلنا، كل واحد فينا يقول أنا المسؤول. مجرد ما بقول أنا المسؤول أنا بدي إشارة للعقل إن هو يحملني المسؤولية، فبالتالي يدور لي على الحل. لو لومت على حد تاني إن أنا اتربيت بالطريقة دي، أنا جوزي عامل لي كذا فأنا مش قادرة أغير، هو السبب. ولادي اللي متحكمين في الموضوع، لو جبت اللوم على أي حد أنا مش هتحل المشكلة. يبقى لازم رقم واحد أنا اللي مسؤول. رقم اتنين يشوفوا الكلام ده فيا أنا، مش أنا أعدل لهم، هما هيشوفوني أنا ملتزمة في ناحية دينية، في قيم، في عادات، في تقاليد، في لبس، في أسلوب، في تصرفات، في طريقة نومي الصبح بدري، في اهتماماتي، عندي شغل، حتى لو ما عنديش شغل مهتمين أن أذاكر وأحسن من نفسي ولا لأ، بظبط في جسمي باستمرار وعندي اهتمام في ده ولا لأ، بثقف نفسي وبقرأ ولا لأ. فهم يشوف فيا أنا الإيجابية، في ابتسامتي، في طريقتي. لما يشوفوها فيا أوتوماتيك بالعدوى. الشخص الإيجابي معدي على فكرة، والسلبي معدي. صحيح. فانا لما هكون انا قمه الايجابيه هياخدوا مني شويه وتبان في تصرفاتهم. ده رقم واحد. رقم اتنين هي بتقول ازاي اخليهم هم ايجابيين. كل ما يجي بمشكله اقول له طب تيجي نشوف الحاجه الايجابيه في الموضوع ايه، وابتسم قدامه وابقى اعصابي هاديه. لما اعمل كده، طب ايه يا ماما الايجابي في كده، ده انا جبت درجه مش حلوه. قلت له لا، ده احنا ممكن نتعلم من اللي احنا حصل لنا. ودوت في المبدا الثاني اللي هو الشخص الايجابي، ان هو دايما يتعلم من المشكله، يتعلم من الماضي. يعني برضك هي مش بعيده عن اللي احنا بنتكلم فيه. دلوقتي احنا جبنا مجموع قليل ليه المره دي؟ كنا بنصحى بنذاكر في الفتره بتاعه اللي هو الانسان درجه الاستيعاب بتاعته قليله. طب لا، احنا الفتره اللي جايه هتصلي الفجر او تصلي الصبح وتصحي تصلي في الفتره اللي هي مع بذور، مع شروق الشمس، دي التركيز الذهني بتاعها اعلى. طب كنت بتذاكري بسرعه وتروحي نايمه وخلاص، لا ممكن نيجي نفصل نريح. بدور فين الحل، وهي بذكاء البنت هي اللي هتطلع الحلول. طب نيجي هنرتبط بحد، وطبعا ماما تبقى على درايه اكتر ومعاها بنات، نتصرف ازاي؟ ممكن البنت